السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات. معنا واحد الزوج من دوار ليسيسفا، جماعة ولاد فريحة، ضواحي إقليم سطات، من أخطر القصص اللي ممكن أنه تسمعوا. هذا الزوج اللي حصل المرأة ديالو يعني كتخونه مع الأخ ديالو، نظرا للاعتبارات وظروف الوالدة ديالو حاول يتنازل، المرة الثانية حصلها مع شي واحد ولد خالتها، عندها ثلاثة ديال الوليدات، غادي يكشفنا أمور صادمة. و تفضل السي حسن، عاودنا السي حسن شنو. السلام عليكم، معكم مرضي حسن من ليسيسفا جامعة ولاد فريحة إقليم سطات. أنا السيدة هاد المرأة هادي مزوج بها 19 سنة، القبيلة كلها كتشهد عليا، فهمتيني أخويا. ولد مع ثلاثة الوليدات، المرة الأولى أخويا حصلت مع الدري خويا عقبت سرتها، فهمتيني، قلت هاد المرأة وعندي وليدات معوقين، ماتوا لي جوج معوقين، راه الناس كلهم كيعرفوهم. كان بالخطرات اخويا كنتخصم من الفلوس وكنتسلم من عند الجيران كاملين. ما تقول مكرفس ولادي، ما تقول مكرفس، ما تقول مجوع، ما تقول هذاك خدام عليهم، نضرب عليهم تماره، كنضرب عليهم تماره، الناس كلشي كيعرفوني. انا هاد الفيديو غادي نلوحو راه كلشي غادي يعرفني. ملي خصت مع ولد خالتها قلت لها عرفتي اش غديري؟ مع الاخ ديالي عقبت سرتها، حصلتهم في البيت معانقين فمهم في فمها، ما نكذبش عليها، راه اليوم دنيا وغدا خيره، راه اليوم دنيا وغدا خيره، انا في عمري 47 سنه واش غنكذب عليها؟ حتى انا نكذب عليها، انا ما قلت نموت انا دابا كاع، ما نكذبش عليها، تسالني شي حاجه راه غدا يمقي، انا ما كرهتش نموت انا وياها، يحكم علينا الله ما يحكمش علينا المحكمه، انا ما كرهتش انا نموت، نموت انا وياها نهار واحد وتحكم علينا المحكمه، انا دابا كنقفقف انا بهذ الاعصاب ديالها هي. انا ما كنبغيش انا ما بغيتش نبقى نجبد هذا الشيء ديالي، انا تمحنت، انا تمحنت بزاف، محنتني هذا الشيء ديالي. الوقت اللي حصلتها مع ولد خالتها جيت درت المره الاولى مع الاخ دازت على المده، انا سترتها سترتها. علاش علاش تنازلت انت؟ تنازلت على حسابات الدريريات، مريضات معوقات، راه كلشي كيعرفهم، شادات الفراش باقا صغيره هذيك الساعه. نعم وسترت هذاك الشيء، ولكن هذاك الشيء بقى ممرضني انا، بقى عايش معايا انا، صابر صابر على حساب وليدات وعلى المجتمع وعلى سميتو، فهمتي اخويا. الوقت اللي حصلت مع ولد خالتها ملي جيت درت بها دعوه هي وياه، درت دعوه، جيت درت بغيت ندير المحامي، المحامي قال لك لا تعال ثاني نديروا دعوه اخرى على حساب هذاك، خربقني بيت الرجوع الجوزيه، قلت انا دايره خايناني هذاك، عقاب داروا شغله، الوقت اللي داروا شغله نهضر مع على الدوسي، لا انا عدي هذا، عقب ملي دار قال لا راه صافي راه غادي تطلق هذه المراه، هذه راه الاولى مع الاخ ديالك، المره الثانيه مع ولد خالتها. هذا ولد خالته واش خدام معاك ولا؟ هما كاينين ثلاثه الخوت، جوج ديما ملاقي معاهم، هذا الباروش اللي معاها ملاقي مع جوج خطرات، خطره مشيت عندهم للدار مارت نعزي، وخطره جا خدم معايا في الدار البيضاء، كيلحق بدا خدام معايا، بدا يعاود لي على شي وحده مصاحب مع حداهم، هذيك الوحده اللي مصاحب مع حداهم كيعاود لي عليها، ولكن هو راه كيعاود لي على محالي، كيعاود لي على مراتي. ثمن كلام سر صديق ديالك وخدام معاك، يلا خدم معايا يومين، يلا بدا كيعاود لي على وحده اخرى، ولكن هو راه كيعاود لي على مراتي، كيعاود لي اش قال لي؟ قال لي المحل ديالي اشفيته من تحت الناموس في المثل، شي ورقه حاطه غد يعني نعم، هو راه كيهضر على وحده اخرى، هو راه كيهضر على المراه ديالي. شفتي بانه راه كيتكلم لك على الزوج؟ ما بقاش من المكالمه بيني وبين مراتي وولادي، كنقول لهم كدير حاله الطقس، كدير الحاله الجويه بيني وبينهم، يدور يقول لي راه عندي النمره ديال حاله الطقس، راه عندي النمره ديال الحاله الجويه. حتى من الناموسيه عندنا واحد الناموسيه ديال السلك في الشانطي كنعس عليها، عندي وحده تما في الدار يقول حتى شو الناموسيه خليتها عند السيك ده وهي صدق قدامي، شحال عزيزين عليك هذا الناموس. حتى انا عندي شي مرض ديال البواسر، قال لي هو قال لي حتى حق راه عندك عندك مع البواسر، فهمتي، عطاني حفظني الله، كنت غادي نرقد ليه، نط ليه بالليل، قلت له حتى الليله غتجمع حوايج، وجريت عليه بالليل، راه الناس كاينين في الشانطي. نعم وجريت عليه بالليل. نعم مشى بحاله. الوقت اللي جات درت دعوه جات هي دفعت لي، تعرضت لي للطلاق، طلقت، سمحت في كل شيء. نعم محال في كل شيء، ما يمكنش شي واحد يسمح في محاله. انا بعدا انا قلبني انا داك الشيء، تمشي معايا للمحال وغادي تشوف كل شيء، كيفاش هاد المره كيفاش سمحت في هذا المحل، انا ظالمه وغتسمح في هذاك المحل؟ ما يمكنش. جات بغات تطلق هاد السيد، انا بغيت نطلق منه ولكن ولادو. كيف حسيتي سي حسن ملي شتي ذاك المنظر يعني وعندك وليدات ما نسمحش لي هذيك السيده، ما نسمحش ليها، كل شيء كيعرفني وكل شيء، انا عايش في الدنيا وكل شيء غادي نشوف ان شاء الله العاقبه ديالها، واش عاقبتي ولا عاقبتها، ولا قلت فيها شي كلمه، راه حنا شاركنا الطعام والدم وكل شيء، ما تسمحش لي، لا ما تسمحش لي، وانا ما كرهتش يا ربي نموت انا ويا نهار واحد، نموت انا ويا ما كرهتش نموت انا ويا نهار، ما يحكم لنا القاضي لا رئيس ولا يحكم لنا الله سبحانه وتعالى.
تحكم علينا الله. ما علينا، مشات طلقت. ملي كنبش على ذاك الدوسي الاخر مشيت درت عليه توا محامي، توا معايا المحامي توا معايا ب 30000. قلت له سير ما نضرب معاك حساب، اسير ما نضرب معاك حساب، بابا يجي لي الحق ديالي. ما علينا، مشى كنخلصوا الوقت لذاك الدوسي، مشى غبر ليا، مشى صافي غبر، ما بقى حتى شي حاجه. كنجي هو من هنا هو من هنا هو من هنا، ضرب مع رجال تقريبا واحد 8 شهور ولا 10 شهور، ما كاين حتى شي حاجه. لقيت مع واحد في الدار البيضاء خدام عنده، سامني خدامه كنبكي، قلت لي قال لي ما، قلت له ودي واقع ليا واقع ليا. مسكين مشى وقف معايا، كتب معايا قاعد نديك الوكيل العام ديال الدار البيضاء. الوقت اللي طلعت للوكيل العام ديال الدار البيضاء ديال المرسى ديال كاين الباب 4، مشيت عنده قال لي راه عندكم وكيل العام في السطاط، سير هات غتحيد هذه ديال الدار البيضاء وغدير السطاط وغدفع لي. فعلا جيت دفعت هنايا، جيت هنا دفعت هذاك، استقبلوني دفعت عليهم مارت يومين ولا ثلاث ايام، عيطوا لي صحاب بيجي ديال السطاط من جندارم. نعم قال لي احنا غاديين عند السيد، احنا خرجنا من قيصر. مشاو ما علينا، داز مارت يومين ولا ثلاث ايام، سيد عوني جيت عندهم دوزت البحث انا وياه، فين هو السيد؟ ما كاينش الدرك، ما كاينش السيد، ما كاينش، ما جابوش، ما بقاش جبدوه، ياك ماشيين يجيبوه ما جابوش. على كيفاش ما جابوش؟ بغيت نعرف علاش انا فين ما بغاوني كيجيو يحتيو عليا، فين ما بغاوني كيجيو، كاين شي حاجه هذاك شو كيجيو يقزوني ويجيبوني، علاش؟ علاش انا اللي مظلوم ومداير في سميتو؟ واش نجي انا نحرق راسي انا في المحكمه محشوماش؟ انا ما قديش نروح نمشي مقلد بها، الله يجعل الله يجعل الله يجعل الروح ديالي انا، انا راه ماشي ماشي، الله يجعل الروح ديالي انا اللي خد لي حقي. انا الولاد اللي حتم القلب ديالي كانوا عاز ليا 19 سنه ما عمري فرقتهم، يمشيو معايا للحانوت، يمشيو معايا للسوق، يمشيو معايا للقهوه، يمشيو معايا. انا دابا حيدت الولاد من القلب ديالي، ما عنديش الولاد انا. انا جابتهم للمحكمه وشاتوا فيا السيد كيكرفصنا كيضربنا، انا عاز ليا ولادي. المولف كنتناقش معاه على ديك النهضه اللي كتنهض فيهم، قالوا هما 100 درهم كنعطيهم انا الفرانك وخدام باكتافي بالعرق ديالي، نتسلف تمشي معايا للحانوت. خدام يعني مولافري. تمشي معايا المول الحانوت، انا ولادي تعطيهم الحانوت كامل وما تقلعش لهم شي حاجه. الفلوس كنصيفط لها في سميتها، كل شيء في سميتو. ماشي تقول نهار يلا تمشي معايا نمسك دار سمحت في حوايج وسمحت يلا نمشي نجبد لك الحوايج، قالت لهم ما مهليش فيه يلا تمشي رجعت الناس وشافوا الحوايج. يلا تمشي معايا خو تشوف سميتو. ما علينا ما كنهضرش انا على ذاك، ما بقيتش كنهضر عليها هي، انا دابا كنهضر على المحكمه اللي ما تقدرش فيا الحق ديالي. انا كنطلب من سيدنا وسيد الحموشي ياخذ لي حقي. واش انا مظلم ياك انا كنجي رجلي للمحكمه؟ ياك انا في المحكمه انا كنت سوق خالد اخويا ذاك الدري، انا بغيت نسوقوا خالد مول العصير اللي كاين قدام الابتدائيه، يسوقوا يقول لك السيد غادي يقول لي عام ونص هو معانا هنا في المحكمه ما كنحيدش. علاش انا هذه الحاله اللي عايشتني فيها المحكمه انا ما عايشتنيش فيها هي، المحكمه اللي ما خداش فيا حقي. شحال من سنه وانت غير في الدعوه معاها دابا؟ انا دابا تقريبا جاي دابا تقريبا شي عام وثلاث شهور ولا عام واربع شهور. عام واربع شهور ما كنحيش من المحكمه. نكمل لك اخويا، ملي دفعت لهنا جيت لهنا هذاك دوزت المقابله عندهم هما، ما جابوا السيد، السيد يعني وكيل العام استقبلني بحثني، جاو الدريات دخلوا، الدريات كي دخلوا المره الاولى ما مهلش فينا، راه هز العجن راه باغي يذبحنا، راه كيكرفص فينا، راه يدير لينا. الرئيس وكيل العام قال لي شوف الدريات هادو راكم تعاقب عليهم انتوا، راه باقيين صغار هادو راكم تعاقبوا عليهم انتوما، وهي اللي جايبهم. ما علينا، عقب خرجهم شويه ملي دزنا تمايا هضر مع المحامي، قال لي السيد راه يدير التحاليل، وراه قال لي راك غدير في الدار البيضاء، غدير في طالب باجراء خبره جينيه. انا غادي التحاليل الوليدات. انا اول مره كيما حط لي الدعوه حاط فيها الخبره، حنت هو الباروش قال لي، قال لي السيد سعادة جلالة الملك والحموشي، السيد راه تعدى علي ودفع لي روحي بواحد 30 سنه ديال الحبس، راني شديت في روحي، راني شديت في روحي. قال لي شوف هاد السيد اخوه راه غيجيبها تلعب ديال السلاط، وفعلا هو جابها عند اخوه. انا بغيت هادشي يحقوه معايا، يوقفوا معايا يحقوه معايا، انا راه ما يعرفش انا، انا راني ما تخسرش عليا التليفون من جا عندك قول لي جي نهار فلان فلان نجي عندك، انا راه ما يعرفش من القانون، انا رجال القانون، انا رجال القانون، كون ما بغيتش القانون كون راني درت شي كارثه كحله، نخدم فيها ماشي المخزن، نخدم فيها روينه، ولكن انا جيت القانون، دري زوين خدام على راسي ما عجبتش عليا المشاكل. خرج اخويا خرج معايا، خرج معايا وشوفني، خرج معايا وشوفني، نعطيك الباترونات عيط عليهم اللي كنخدم معاهم. خويا حسن من خلال انه هو الدعوه اللي رفعتي لحد الساعه يعني ما بان لك حتى حاجه. انا جاك الهضره الوقت اللي قال الوكيل العام قال لي راه غادي يدير التحاليل وداك الشيء غادي يرجع للابتدائيه، من تما المحامي نعطيه الفلوس، اري الفلوس هاك الفلوس، من تما ها هو هنا ها هو هنا ها هو هنا ها هو هنا، حتى شي حاجه ما كاينه الا ملي تال هاد الايامات الاخرى صافي غير تحكم من الصالح ديالك، سير تحكم من الصالح ديالك، بقى نتلوط ما بغاش يجبد لي الحكم.
جيت عندو يامس ما غاديش يجبد، بقى معايا واحد السيد مسكين تاع عقب جبت الحكم، ملي جبت الحكم اش حاكمين ليا؟ حاكمين ليا بلا الدريات اللي ميتات راه حيدناهم من النفقه. كتسولش انا عن النفقه، انا ما باغي ماشي عن النفقه، انا ما كنهضرش عن النفقه، بينوا لي حق انا ولادي، انا نهزو السنيه صاحبي نعرفو ولدي. انا السيده يكون شي واحد في بلاصتي، لا هذاك الجدارمي ولا هذاك الرئيس ولا هذاك القاضي يكون في بلاصتي، ما غاش يبقى يشد السيرو ويدو. انا راه باش باقي كنمشي نخدم وباقي كنجي نوقف في المحكمه. انا البارحه هابط ضاربه من قيسر على رجلي في ذاك الساد، وتقدر تعطيني تقول لي هو ترحمني انا هو. السيده هذه كرفصتني، وما يمكنش كرفصني قد القانون، القانون ديالنا ما عطانيش حقي، القانون ديالي ما عقب انا نسيت ثاني الهضره اش قال لي، قال لي الدوسي ديالك تحول للدار البيضاء. وانا كنخل الدار البيضاء وانت ساكن؟ قال لي سير في الدار البيضاء سير. الشيء ما كنهضرش في فمي، راه عندي لاكارتني مورا فيها كل شيء، راه كل شيء مسجلو. انا بغيت تمشي مع الدار ونجبد لك لاكارتني مورا وغتسمع. ومشيت الان قال لي سير المحكمه ديال الانفاق. وشوف من بني مسكين طلع الانفاق، وسير الانفاق قلب على المحكمه ديال الانفاق، ملي لقيت يا خويا هادشي هذا راه ما عندناش حنايا، عطيني ورقه ما فيهاش حتى الرقم. ملي كندوز هادشي هذا كندوز ليه ناس من البيرو من المحكمه ديال الانفاق، كيقول لي السيد راك مصيفط وراه ما عندوش ورمضان، تصور فطرت رمضان الحروريه طالعه عليا من فمي، على من تقليد هذاك النهار، على من تقليد من الصباح انا كنجري من المحكمه ديال الانفاق. قال لي السير ديال المحكمه ديال عين السبع، كنلحق المحكمه ديال عين السبع، كندخل للبيرو من البيرو للبيرو، كندوز ليه الناس من البيرو كيهضروا مع المحامي. اش قالوا لي؟ قالوا سير كره في الاسره ديال الولفه وخوت تاكسي حمر وسير الاسره ديال الولفه. ملي كمشيت للاسره ديالي قال لي راه ما عندناش الا تقرب تقريبا. نقول لك واش ثلاثه ولا اربعه ديال العشيه هذه صافي فطرت رمضان من الصباح وانا كنجري. ملي دار قال لي واه كرفصني هذا المحامي، راه عندي تسجيل ديال التليفون، انا ما كنقولش فيه الشي في امي. الوقت اللي جيت قال لي هو ذا خويا كرفصني غدا غادي نمشي عندك هذاك السيد عبد الحق وغادي تمشي معاه. نعيط عليه اليوم ما جاش، الغد الاخر ما جاش، الغد الاخر قال لي صافي عرفتي اش غدير؟ هود عندي دوس مع السيمانه هود تعدو هنا. قال راه ندخلك عند وكيل العام. جيت عندو سير ثاني حتى الغدا. ملي رجعت الغدا خرج لي وحل الورقه اش فيها؟ قال لي زعما راه النفقه ديالك حبست ما فيها لا هي راه عندي راه قرا راه كاينه تمايا هي راه ما فيها لا حبس النفقه لا والو. نعيط عليه سير راه في سير قلب ثاني في عين السبع ما كاينش شويه. قال لي عرفتي اش غدير؟ راه حنا صيفطناها لك سير لعين السبع. مشيت لعين السبع بقيت نسول على البلاصه فين هذاك، توصلت تدوش لي السيد قال لي هذا راه ما عدوش شي حاجه ديالو هنايا. قال لي راه صيفطنا لي في البوسطه. قال لي سير جيب لي الرقم ديال البوسطه باش ترسل، فهمتي؟ واش ثاني من الدار البيضاء رجع للسطات عدو، انا داير محامي كنخلص فيه، وملي جيت ما عطانيش الرقم. قال صافي غادي يمشي هذاك عبد الحق تمايا اليوم غدا نتلاقاو تما نمشي للمحكمه نعيط عليها هو جاي. مشيت ثاني للمحكمه ديال عين السبع هو جاي، وكنهضر معاه كنقول انا راني في المحكمه ديال عين السبع جي وقف معايا على الحق ديالي. في الاخر جمع لي كل شيء قال لي اش غدير؟ تعال هو هنا كل شيء هنا في السطات. ملي رجعت السطات كنتقابل، قلت له دابا علاش كنتقابل انا؟ واش انا كنتقابل؟ فين هو السيد اللي دار لي المشكل؟ فين هو؟ قال لي صافي جمعتك انا كل شيء. قلت له شتي من هادشي كامل؟ انا اش باقي لي الحق ديالي هذوك واش ولادي ولا ماشي ولادي؟ قال لي صافي هادشي اللي كاين. ملي نجي نتقابل نجي نوقف قدام الرئيس بحال ما هكايا كيهضر مع المحامي كيقول لي الخميس الاخر، الخميس الثالث حكيت هذه الخميسه هذه عاد مداوله. ملي دار قال لي صافي راه تحكمت من الصالح ديالك هذاك الشيء اللي بغيتي كتقلب عليه لقيتي. اريا الحكم صافي السير ما يعطيو لينا على واحد الشهر، واحد الشهر غادي يعطيونا هذا الحكم. معايا السيد عقب مسكين دخل جبدوا لي راه قريت الورقه اش فيها؟ فيها الحكم ديال محيدين من النفقه. راه كاينه الهام وسهام، راه كاينه جوج ميتات، راه مخلص انا على وحده ميته. يعطيوني الفلوس باش نحفر عليها وندفنهم لها. هذا هو القانون ديال الظلم. ميتات جوجات حيدوا لي، حيدوا السهام وديروا ايه، حيدوا من هو القانون عطينا حتى هي الحق وعطيني انا الحق. يتبعوا يطبقوا حط ايه، ما تحط لي الهام وسهام واعطيني فلوس. هذيك السيده ياك القانون ياك القانون ديال الظلم، يعطيوني هذيك الفلوس باش نحفر لها الدريه وندفنهم لها عاد راسها. انا ماتت بنتي، ما بقاش من بنتي خاسر عليهم تقريبا على 10 الملايين ولا اكثر. الناس كل ما مسلم من عند الكبير ومن عند الصغير ومن عند الدريات ومن عند الشياب باش كنداوم. ياك خرج لي انا ما تاخذش النفقه ديالها، نمشي ندفنها معاه في القبر ياك هي ميته. واش انا مخلي لي الحيين ما مخرجش لهم النفقه ومخرجين للميتين؟ انا تكرفصتني ما نسمح لها لا دنيا لا اخره. خويا نعتموني وبكاوني وانا داعي عليهم، كيبكاوني ملا يبكاو في عزيز عليهم، ومازال ان شاء الله يبكيو. راه بكاو على واحد وباقي ان شاء الله، راه كيداروا لي ان شاء الله. راه والله ما تخرج لي مطريفه، والله ما تخرج لي مطريفه. انا تبغي تقول لهاد السيده اللي تكرفصت عليك بهذه الطريقه يا حسن؟ انا السيده هذه انا مع عبد الله
انا مع عبد الله وبغيت النيه ياك انا معدي عليه انا بغيت النيه ديالها تحكم فيا انا واش انا معدي نفس نجي نوقف ونهضر بحال ماك واش انا واش انا ماشي راجل انا نجي نشوه راسي ياك واش انا واش انا ظالماني ظالماني ونجي جاي خاسر فلوس واش انا خاسر 3 الملايين دابا ولا 3 الملايين الصرف في هذا الشيء ديال المحاكم واش انا ما نخلص ما تخلصش لي عامين على ولادي ها ولادي نبقى نشوفهم انا عاطيني دابا نشوفهم ياك ولكن ما كاينش القلب باش نشوفهم ما عمري نضر ليهم وما عمري نوقف معاهم علاش على تقليدهم على اللي يدير لي الظلم عليهم اللي يجعل التقليد هادو وقد الدراري هاد الشيء راه كلشي غادي نتحاسبوا عليه انا كلشي غادي نتحاسبوا عليه وكل هاد الهضره اللي كنقول عليها غدا ان شاء الله تترك شي هاد فيا وكلشي يشهد عليا انا ما مظلمش عليه هاد السيد السيده ظلمت عليا وضيعتني ب 20 سنه ديال الزواج ما خاصني نضيع انا خلاتني دابا كريم خلاتني عندي كنقول ولادي هما الانتري ديالي انا ما خسر ما خزنتش عليهم حتى شي حاجه السيده كرفستني وخسرتني مع دارنا خسرتني مع المجتمع انا يبان لي حق راه غادي يعرفوا كلشي انا هادوك الدراري الجوج التوامر ماشي ولادي انا نحلف عليهم انا هادو الشابه ماشي ديالي ديال الاخر دري لا كاينش دري انا نقولها ونزيد نقولها انا في المحكمه دابا مشي يدخلوني دابا ونقاش شادين اللي تيديروا التحالف انا ما هارفش من شي حاجه ونزيدك اخويا واحد النقطه عيط عليا هو الجدارم ياك عيط عليا هذا صحاب بيجي عيط عليا قال لي راه غدا عندك غتجي عندنا غتدوز واحد البنت قلت له هي مرحبا هالشي راه مشيت في التليفون راه عندي هضر انا وياك قلت له عندي غدا المقابله راني من المحكمه كاين النهار اللي كنضرب من المحكمه وندوز عندهم هما راه عندي ندوز في المحكمه عندي مع تسعود تسعود ونص نكون عند خويا تمايا قال لا ضروري تجي عندنا حنا الاولين اش كان باغي يدير ليا كان باغي يسرف عليا ما نلحقش زير عليا علاش زير عليا انا قاتل علاش زير عليا انا ما نسمحش ليه ما نسمحش لهذاك السيد ما نسمحش ليه وربي راه يشوف ولا كان لا تعديت عليه الله يجعل ربي يخلصني انا في هذا الشهر والله يخلصه هو في هذا الشهر دابا السي حسن شنو النداء ديالك وشنو باش كطالب دابا انا كنطلب صاحب الجلاله كنطلب من سيدنا الله ينصر علينا كنطلب من سيدنا كنطلب من السي حموشي يوقف معايا ياخذ لي الحق ديالي انا بغيت الحق ديالي انا كنطالب من التحاليل انا كنطالب من التحاليل طلعوا لي ولادي نهزهم بسناني انا ما غاديش داير لي هذا راه عندهم كتوبه راه عندهم عيد راه عندهم بوام خاصهم يمشي معاهم انا دابا واخا تعطيهم لي نمشي معاهم واش انا نشوف ولادي نشوف هذاك بها هي واش هاد المراه اللي نتوما كلكم مزوجين واش هاد المراه اللي تدور في المراه وتقول لي هاد الولاد راه ما يشبهوش ليك واش هاد المراه هاد الولاد ما يشبهوش قريني لمن يشبهوا ها واش هاد الهضره ديال انا صافر عليها وكاش كنقول لها كنقول لها شوفي انا راني ما نقدرش نشتتهم غنبقى مجموع معاهم حتى نموت وسطهم ولد الدري قالت لي غادي نبيع الطبيبات قالت لي والله كون ما كان يشبه لك يخرج لي عقلي واش راه يجهل هادشي يا صاحبي هادشي الله يدير لك الشيء نقول لك واحد الكلمه ونقول لك واحد الكلمه السيد راه ناظر بعيني السيد راه ناظر راه كنفضل انا نموت راه نفضل نموت ما نبقاش انا عايش وما نبقاش نسمع بالهضره انا كنطلب من صاحب الجلاله نطلب من الحموشي انا ما بغيتش تحاسب على الروح ديالي راني ما بغيتش تحاسب على الروح ديالي راه ما كاين حتى شي واحد عايش ديالي هما لا عيدوا انا راه ما معيش هما لا نعسوا انا راه ما نعش انا راه خرجت مريح مع الدراري انا ما مريحش مع الدراري انا راه غادي نجي انا راه غادي يبقى فيا الحال علاش بقى فيا الحال ما بقاش فيا هي ماشي هي الاولى دارته وماشي هي الثانيه وماشي هي الثالثه بقى فيا الحق ديالي وبقاو فيا دوك الدراري كل ما كانوا جا دوك الدراري انا فرحات لي واش هاد المراه انا كنجري عليها ياك ما باغيهاش وطلقت علاش كنقلب اقول لي يا خويا مشات هي في حالها ياك وطلقت علاش كنقلب ونمشي نهز ولادي ونعنق ولادي ونجيب ولادي ونصير على ولادي ولكن في حقها هي وفي ظلمها هي وش الدراري اش داروا في المحكمه اللي كنت كنضارب عليهم ومعايا كانت هكا تنهض فيهم تصور خطر جاي ولد عمي كيدق عليا دق عليا في الدار بحال ما ولا كاين في الدار وقالت للوليه قالت للدري ولد عمي راه باك قول للدريه تقول لباك قول لي راه ما كاينش تخاصمت مع امي في حق هذيك الكلمه علاش تقول لهم باك ما كاينش باش ما يخرجوش ولادي يكذبوا فهمني يا خويا هاد السيده هاد السيده هذه راه لا اله الا الله محمد رسول الله اخويا وكلمه واحده نقول لهم راه ما نسمحش اللي ضيعني في حقي راه اليوم دنيا وغدا اخيره راه كاين ربي القران اقرا راجعوا مع القران ظالم عرفتي الظالم اش كيساوي راه حشومه نظلم راه حشومه نظلم شي واحد راه حشومه نقول شي كلمه على شي واحد علاش يصي ملي عيط عليا نسيت لك الهضره ملي عيط عليا قال لي راه غتجي عندنا هما اش دايرين هما جايين باغيين يسرفوا عليا انا دوك وصلت المقابله واقفه عليا هي من اللور شوف واش الشركه يديروا لي واقفه عليا هي من اللور خرجت انا دوزت لي البوليس قالت لي هضر على شيرش واش انا هاضر مع البارح ولا شيرش ها واش انا واقف على حقي ولا شيرش واش انا باقي الان في المحكمه وكيقولوا لا شيرش وجاو شدوني وغادي نقعد مورطيني قدام بناتي علاش هذا هو ذنبي هذيك هي خدمتي هذاك هذاك حشومه راه هذاك السيد اللي خاصها تمرض في بلاصتي نزيد واحد النقطه اخرى
طرشتني قدام الجندارم وقدام جوج من هذ الجندارم، طرشتني قدامهم. لو كنت طرشت انا ما غنتقدمش، لا خاصها تتقدم هذه، واش انا كنطالب بالحق ديالي وكترش فيا؟ طرشتني قدامهم. وديمات ملي رجعت للبريغاد قالت لي واحد الدريه اللي كاينه خدامه تما بلا ما جا دارمي ويجي هو مره واقع لي هذا المشكل وطرشوا قدامي ونوت هو نقنسف فيه بالهضره. ما نسمحش ليها، ما نسمحش ليها وما نسمحش ليها يضيعوني. قال لك شي تاوي ديال الخير اخويا حسن، بقى معنا كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من مدينه سطات. معنا هذه القصه الصادمه ديال هذا الاخ حسن اللي تعذب مع الزوجه ديالو. كيف ما حكى لنا امور صادمه وخطيره. كنخليكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء، كنشكركم على التواصل وعلى التفاعل من خلال هذا البث المباشر مع هذه القصه الصادمه ديال سي حسن. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.